من أرول. الله أكبر، أجواء جميلة، ما شاء الله ما شاء الله، نفس جميلة وعشقي فما كسكسي ولا قاعد يسترجع في ذكريات جميلة. يلا تعليق. هو وليد بن عروس البارح رفيق عملكم خدم على روحه، على خاطر عمل زيارة غير معلنة لمحطات القطار بكل من رادس الزهرة وبوغرنين. تعليق تويسة كانت هكا عرفتوه تو علي الشعب هذا اللي يجي عدي عليه، فما اللي قال بعد ثورة 2011 بعد 9 حكومات وقداش من رئيس و25 جويلية تأكدنا اللي الشعب هذا هو سبب الوضع اللي نعيشه فيه، وفما اللي قال يا برهان حتى وقت التجمع ما عملوش هكا. ونوفى بالتعليق هذا اللي هو سؤال علاش، شنو هي الانجازات اللي عملها؟ نحكي بجد، نحب نعرف بالك شي يستاهل. اكيد مش مربوطه بالانجازات، السيد اول مره يتقلد منصب رسمي في الدوله، ولكن ممكن بشعبيته في البلاصه هذيك يحبوه، عنده شعبيه ناس تعرفه. برنس هالمنظر هذا نتاع المشهد بلوتو نتاع الذكرى والطبال وغيره وكذا، مقبول فرحه عاديه كي كتوانسه يفرحوا ولا لا؟ يرجعوا فينا لعهد السئمنيه. فرحه شعب بوالي جاهم جديد، لا شك والاختلاف، وانهم كل اللي فرحين به يعرفوه اللي هو قادر. وتعرف لو منطقه بن عروس من اصعب الولايات في الجمهوريه التونسيه، راهو الاندستري توسكي اندستريال وكل شيء راهو موجود في بن عروس. الفرحه مفهومه هكا بالنسبه لي انا مقبوله، وهذا شجع سيد الوالي على اساس وانه راهو فما برشا ولات سماهم ومازالوا ما يعرفوهمش الناس، وهم يعيطوا ديغاش ديغاش ديغاش، هذا فرحوا به والله. كسكسلو ورجع اصله، مشهد يقزز، مشهد خايب برشا. شنو قبل ترى في فرنسا في امريكا تبير وكتصفير في ثقافتهم في حاجه خايبه اخويا. هذاك ولي يمثل الدوله باش يخدم مع الموظفين، هذاك باش يعطي حاجه، والله عمل انجاز كبير، صلح كياسات وكل صح. تقبلها تصويره ولا عبيد فرحانة عادية بالنسبة لي؟ باب هي ماهيش عادية، استثنائية. مش كل يوم نشوفه في تنصيب ولات عن طريق الطبلة والذكرى. لكن هذه نجم يكونوا خايفين منه، قيل لي هي معناها تعب متاع ولاد معناها تنسيقية. هو من مكثر السيد الوالي. وفما ولاد عيار عندهم حضور في ولاية بن عروس. جماعته فهمتي حبوا يعملوا له فازة بتاع هكا فرحة فرحانين بيه، عملوا له طبلة بالضبط. هو صحيح على العيارية نحبوا الزرد ونحبوا الطبيل والذكرى وكل شيء، ما مش لدرجة أن نقف قدام ولي ونطبلوا ونزان عملوا الذكرى يا برهي. على خاطر أنتم ما تمشيوش للمصدر، ما تستسقيوش الاخبار نتاعكم من المصدر. اكل وليد هذاك شو اسمه رياض جرائم قال لك هذوك جماعه معتصمي قدام الولايه، كي جاء الوالي حبوا يفرحوا به بالطبله والذكرى، معتصمين معناها معتصمين بالطبله والذكرى. انا في هذا الكل ما سخفني كان كل مسكين واقف بوكين نوار، هاد بوكين نوار كبير انا ديما نقعد بيت، علاش يجي النوار الراجل وحطوا في فاز ما يسالش على بيرو باش يدخل بيرو يلقاه منو يبدا شجر ذاك بوكين نوار يقاقي به ويلحدوا به وما يعرفش شنو يعمل به الوالي ولا المسؤول. الوالي عمل زياره للمحطه القطارات، هذول مشى للسبيطار زاده وكذا، دونك بون حيوا ان شاء الله يبدا يخدم على روحه ويعطينا نتائج نستناو فيهم.